هذا مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. اسم لاهاي مشاهدينا ارتبط ببث الرعب في قلوب مجرمي الحرب خلال الأعوام العشرين الماضية. فهذه أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بمشاركة المجني عليهم وضمان محاكمة عادلة لهم. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعجبها تحديد محكمة دولية مختصة للمجني عليهم وإقامة محاكمات لمجرمي الحرب، فهي عادة من تقرر وتحدد من هم المجني عليهم ومن هم الجنات ومن هم مجرمو الحرب وما تعريف الجرائم ضد الإنسانية في العالم بحسب وجهة نظرها فقط. وبناء عليه فإن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. نعم مشاهدينا، عقوبات أمريكية على محكمة دولية مختصة على خلفية قرار مدعيها العام لأنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب على غزة. تشريع مجلس النواب يحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ عليه ليصبح قانونا يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة بما فيها إسرائيل، كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة ويلغي أي تأشيرات دخول لهم. الجدل داخل أمريكا مستمر مشاهدينا ومنقسم انقساما حادا بين حراك الشباب في الجامعات والمؤسسات الرسمية، رغم أن غالبية أصحاب القرار والنفوذ السياسي والمؤسسات الرسمية تقف إلى الجانب الإسرائيلي تماما، إلا أن الأصوات العالية لم تخفت مطلقا. السيناتور بيرني ساندرز عرض صورا لأطفال فلسطينيين يتضورون جوعا في غزة على مجلس الشيوخ الأمريكي ليشرح قراره بمقاطعة خطاب مقبل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعاه الزعماء الديمقراطيون والجمهوريون رسميا لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك للكونغرس. ساندرز في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين على أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر كان لها آثار مروعة على الأطفال الفلسطينيين، منتقدا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتناوله شرائح اللحم الفاخرة في وجبات العشاء لجمع التبرعات مع حزبه بينما يمنع الجيش الإسرائيلي المساعدات الغذائية الحيوية من دخول غزة ما يؤدي إلى موت الأطفال جوعا. And I would say to Speaker Johnson that when you attend your fundraising dinners with your billionaire friends and you eat your fine steaks and your lobsters and your other wonderful food, please remember these pictures from Gaza. This is a photograph of a child in Gaza taken by Getty. This is a photograph of a child and his or her mother, taken by Reuters, and one doubts very much whether that child is alive today. Are these children and thousands more are the direct result of Netanyahu's policies? Netanyahu, the man, Speaker Johnson, has invited to address Congress. No, Mr. President, I will not be in attendance. مشروع القانون الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية شهد تفاعلا كبيرا مشاهدينا على منصات التواصل. هنا صالح محمد يكتب: بينما العالم أجمع يشهد دعما إنسانيا وسياسيا غير مسبوق للقضية الفلسطينية، الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تحسبا لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الكيان الصهيوني ووزير دفاعه، والإدارة الأمريكية لا تزال تقول لا دلائل على ارتكاب الصهاينة جرائم حرب أو إبادة جماعية في غزة. الدكتور جمال الملا يقول: حظي مشروع القانون
بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث انحاز 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين. لقد أثمرت أموال إيباك أمريكا متواطئة في الإبادة الجماعية. ويعلق محمد جمال يوسف أستاذ العلوم السياسية، هؤلاء يعتقدون أن المحاكم الدولية مخصصة لطغاة العالم الثالث وإفريقيا، وأنهم أي الغرب فوق القانون.